إذا بتحبوا تتابعوا افتحوا معي سفر حزقيال. حزقيال 11. حزقيال بالعهد القديم. اوكي. بعد إرميا النبي ومراسي إرميا. حزقيال 11-19. فتحنا. الله يفتح أبوشكم. وأعطيهم قلبا واحدا وأجعل في داخلكم روحا جديدا وأنزع قلب الحجر من لحمهم وأعطيهم قلب لحم لكي يسلكوا في فرائضي ويحفظوا أحكامي ويعملوا بها ويكونوا لي شعبا فأنا أكون لهم إلها. أما الذين قلبهم ذاهب وراء قلبي مكرهاتهم ورجاساتهم فأني أجلب طريقهم على رؤوسهم يقول السيد الرب. تعرفوا من أول ما جددت من أروع الآيات يلي كنت حبها حتى حطيت سنين على سيارتي على إزاز من ورا. وأعطيهم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلهم. فوين ما روح خاصة عم حطيت البنزين كلام تركي ما عم بيفهموا شو أعطيكم قلبا جديدا. بتعرفوا الناس بيعرفوا عملية قلب مفتوح مثل ما خبرنا الأختواني على بكرة إنه شالوا له قلبه لبرا وقصوا الصمام وحطوا له صمام جديد. بس إنه هيدا المعنى طبيعي ما رح يفهموه. نعرف الكتاب بيقول الإنسان الطبيعي لا يقبل ما عليه روح الله. رح نصلي كلمة صغيرة حتى الرب يعطي فهم يلي مش فهمين هالموضوع. أمين. يا رب بنشكرك لأجل هالليلة. بنشكرك لأنه كلامك هو رب الكلام وكتابك هو كتاب الكتب وحبك هو أعظم عطية لنا لأنك أنت المحبة. أنت محبي. بارك كلمتك ومسحها لقلبي ولقلب إخوتي يا رب. وأعطي احتياج كل إنسان إن كان عرفك أو عم بيتعرف عليك أو بعد ما بيعرف شي عنك. اجعل الكلمة بحسب الحاجة يا رب. يا روح الله امسح الكلمة وأدخلها إلى كل قلب عطشان ورغبان وعم بفتش. ونقيد كل أرواح وكل روح عدم إيمان أو تشويش باسم المسيح. ونعلن هذه الكلمة المبسطة والتأمل يدخل إلى قلب كل شخص يا رب. باسم المسيح. آمين. آمين. بتعرفوا نحن منعيش بعالم ما عودونا على الجوهر. عايشين عفوا بهالتعبير مزق ولزق. يعني مسح جوخ. مجتمع الشرق هيك للأسف. قليل تتلاقي إنسان ما بيمسح جوخ. ما بيبيض طناجر يعني. مش مرائي. توضحها أكتر يعني. فإجمالا الرياء صفة. صفة بالناس. حتى حياتنا رح أقول التدين. حتى ما أقول المسيحية. لأنه إحنا مجتمعنا خليط. حياة التدين. الحياة الدينية. حتى هيدي الحياة بعدونا فيها عن الجوهر. فصارت التربية على الولد يكون مهذب. وبيسمع الكلمة وآدمة مش غلط. لكن للأسف عشنا أغلبيتنا بمجتمع ما عندهم الأساس إنه اجعلوا الشجرة جيدة فتعطي ثمر جيد. بدون ما يفهموا شو عم بيعملوا مثل ما بيعملوا صاروا بعيد الفصح اللي كانوا يعملوا بعيد الميلاد. بيجيبوا شجرة وبيزينوها من برا. بس هل فيها حياة؟ ما في حياة. صاروا حتى بعيد الفصح نفس الشيء يعملوا. صاروا يجيبوا شجرة ويلزقوا عليها بيض. رانب. صيصان. صح؟ شيء حلو من برا. أنا معقول بشيع. شيء حلو بيعطي بهجة. خاصة للوليد يلي ما عندهم هالعمق. بس للأسف ما عشنا حياة تفهمنا أنه أنا من جوا لازم أتغير.
صرنا كمسيحيين بنفتخر بمسيحيتنا. أنا بفتخر بمسيحيتي طبيعي. معني قلت لكم أنا من 29 سنة أنا يأس من مسيحيتي. لا بل من 30. لأنه الرب عطاني فرصة بين السنة والسنة ونص ترفعت العشرة. يعني إذا ما بتستسلم لحياتك للرب ما رح تدوقه. ما رح تتعرف عليه. هالقلب اللي رينا عنه ما رح تحصل عليه. رح تضلك عايش بالقشور. بس يوم اللي بتصرخ له من قلبك ومتكل عليه 100%. مثل ما كمان كنا عم نسمع بكرة. إلهي فأتكلوا علي. كلمة أتكلوا يعني بتكي. بحط كل تقلي عليه. مش إنه بلقي هيك يعني عكتفه بسيطة. لا أتكل. فأنا اسم المسيحيتي ووصلت لهالمرحلة. قلت له يا رب إذا الحقيقة خارج المسيحية أنا بدي. أنا بدي. لأن كل الفرائض المسيحية والطقوس. قلت لكم كنت كل أسبوع اللي كانوا. جرب أخلص من الخطية. افشل. أسابيع تلحق بعضها. يئست خلص يئست. فالرب فهمني أنه أنت بدوني ما فيك تعمل شيء. بس أنا بعد مثل ما قلت لكم عايش القشور. أهلي ما عندهم الأساس. صلي. كتر صلاة. كتر روحتك على الكنيسة. وقت الصوم صوم. وقت الأعياد المعينة عيدها. في أوقات بتصلي صلوات ما بتصليها بالسنة. بهالوقت بتصليها. يعني كلهم هولي كنت عم حاول أعملون. 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 صدقوني مش المسبحة. تأخلص المسبحة دوخ. يبرم راسي. بدون حوع بالأرض. شو أعمل؟ الأوضة صغيرة. روحوا ارجع أريير. تتخلص. أنا بدي. لأنه أنا بدي. عم بعمل عن إخلاص. أنا بدي. روح سير ارجع أريير. ليه؟ لأنه كل ما أبرم يبرم راسي. عم رح أوقع بالأوضة. طب إذا وقعت بالأوضة دخت روحت راسي. عورت. جيت على حفت التخت. وما خلصت صلاتي. يعني أنا مرضيت الله. عم بعمل بإخلاص. ربي شوف إخلاص قلوبنا. فروح وارجع أريير. تتخلص. لما تخلص. هاي عملت واجباتي. هل هيك الله بده؟ روح على الكنيسة أعمل واجباتي. أقعد أول بنك. حتى ما اتشوش. لما اقعد ورا كنت لقي واحد ومثلا عم بتطحنك بلا ما فوت بتفاصيل البعض يفهموني غلط. بس صدقوني اقعد ورا تشويش غير عالم. قول خلص دعد قدام بالكنيسة ابكي اتأثر كله كله كله. مش عارف انه انا من جوا لازم يتغير. قلبي لازم يتغير. انا اللي بدي اقوله. اشكر الله نحن بكنيسة بتعلم الكلمة. هيدي نعمة. صدقوني. رب قول قال بآخر الأيام سأرسل جوع وعطش. لا للخبز ولا للماء. قال لكن لكلمة الله. لكلمتي. لأنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. بل بكل كلمة. كل كلمة تخرج من فم الرب. وهيدي الكلمة هون المقصود فيها الريمة لحياتك. يعني لإلك. لوضعك لحيلتك لظروفك لضيقك ليأسك. ها معناتها كل كلمة تخرج. لأنه في كتير تعرفوا الكتاب مليان. لكن رح تجي يوم تعرف أنه في شيء إلك. في شيء إليك مخصص لك. يا رب عارف أنت هون وضعك مش مزبوط. بيعطيك حب الدواء. والحلو بهالدواء مثل المزهر والسكر. مش بده نص ساعة تعطي مفعول يعني. وأسرع. لا بل أسرع. رح تلاقي السلام. يا يسوع. فرح. إيمان. يقين. عيونك تفتحوا. المشكلة شايفة. بس مثل ما قالت أختنا. صرت شايف إليهك. مش شايف المشكلة. شايف إليهك داعس عليها. أمين. ما عادت المشكلة لأنه رب عطاك منه. بس أنت تفكر أنه اللي خلق مش الجبال. مش الوديان. مش البحار. وخلق الكون. تصور المجرة اللي عم تبرم فيها بلايين الأنظمة الشمسية والنجوم. بلايين يعني المليارات والمليارات. واسترجي قرب لوحدة. عارفين شمسنا تقريبا أصغر كوكب ناري. نحن منشوفها واو قدام الأرض. بس في شموس أكبر من الشمس بألف مرة وأكتر وأكتر. تطلع مشي قدامهم. بس نحن المحتاجين وهالحجم. ومحتاجين بهالبعد عنا. ومحتاجين ندور حواليها بهالزمن وبهالوقت. دراسة إلهية. بس الموضوع هو أنت. أنا. أنت.
كل هالكون ما بيعني له شيء. خلقه بكلمة. اللي بيعني له اللي جبله بإيديه. يلي نفخ فيه. يلي حط فيه من صورته ومن قلبه. يلي بقول لذاتي مع بني آدم. لاحظ عفوا بهالكلمة في ناس لذاتهم مع الكلاب. أنا بحب الكلاب، بحب الحيوانات. بس مش متعتي معهم. في ناس ما بيعشروا ناس بيعشروا كلاب. يعني تلاقي عنده كلب ما بيهمه إذا أجا عنده كلب عطول أي شوية بيروح بيشموا الهواء بيجزدروا طلع بحياته بتلاقيه ما بيهمه الناس. يمكن مجروح من الناس، ناس ملوعينه أو ما عم بيلاقي، فبيعرف أنه الكلب وفي. أنا ما قصدي، بس إذا الإنسان تصور ما لذته بهالمخلوقات، الله عم بيقول لك أنا لذتي فيك. بس هو خلق هالمخلوقات، ما الحيوانات هو خلقها، لكن مش لذته معها، لذته معي ومعك ومعك. يعني قدام اشتاق. لكن العائق، العائق يلي بيمنع هالشيء اللي حكيت عنه الجمعة، أثامنا وخطايانا. وهولي ورتنيهن ورتي. يعني ما تقول أنا ما عم بخطي كتير، أنت من البطن سميت عاصي. في حدا منا كان ببطن أمه ملبطة؟ ما في. بس واحد بيلبط أكتر من التاني، مظبوط؟ كل واحد بيلبط بطريقة. أنا صغير لبط أكتر من الكبير وبعده لا بيلبط. سبحان الله. طبعا يعني من بطن أمه سمي عاصي وبعده معروف، معروف. فهيدا عبرة أنه نحن منخلق بالخطية. ها أنا ذا بالإثم صورت وبالخطيئة حبلت بأمي. مش بالزواج، انتبهوا، الزواج مقدس. بالخطيئة يعني من آدم أبونا وأمنا حواء، من الدم. يعني الخطيئة عم تمشي بعروقنا. ولد عمره سنة دخلك وسنتين لما بيمد إيده على غرض مش لقله بياخده وبيعرف مش لقله، إذا طلعت يحط ورا ظهره، مين علمه؟ مين قاله خبية تعالي يشوفوك؟ ما حدا. لما بيضرب خيه الصغير أو أكبر منه، مين قاله يضرب خيه؟ طبيعته الساقطة، الغيرة، الحسد، إيش أخذ محلي. كلنا عنانا منه. أنا ولادي الكبير لما خليق ولاد خالته يحشوه بشعره، مليئة لشعراته واقفين بعلم ما بيشي صار بيطلع الصرخة ليه؟ لإشعاراته واقفين وابن خالته حده أكبر منه بأربع سنين. أعرف مع أنه مش خيه، ها ابن خالته يعني مش عايش معه، بس أنه كان كل العيلة عيون علي. إجا هلأ مين يسرق النظر وياخد الاهتمام؟ ضدي هيدا. فطبيعتنا أنانية، بدها كل شيء لنفسها، صح؟ مش كلنا خلقنا هيك؟ من هيك الله لما إجا تيرتب العلاج وحط الناموس والشريعة والوصايا، مش تيقلنا عيشوا على فرايد وطقوس وممارسات ووصايا، حطهم بيقول الكتاب تيفرجينا ضعفنا، تيقلنا فيكن تعيشوا بهالمستوى. انت فكر، إله كامل الصفات، فيك انت تكون على مستوى كامل؟ من هيك وما حط لك كيعاوي تقلك انزل على جهنم روح انقبر مش طالع من امرك شيء، لا، فرجاك هول تيقلك مش قادر تطلع من طبيعتك الخاطيه، لان الخطيه عم تمشي بدمك بطبيعتك. من هيك الحل عندي انا. طب شو الحل يا رب؟ طب انا انسان ضعيف وانت اله بالسماء وانا على الارض. تعرفوا في غير ديانات الله بيخوف عندهم، بيخوف عطول اللي بيعملوه من باب الخوف، ما يضربهم، يضرب العائلة، يضربوا برزقه، يضربوا بصحته، يضربوا بولاده، يركبوا النحس، وا 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 العين تضربه، بسوري يقول العين تطرقه، كل واحد شكل عايشين بخوف. هل الله بتعتقد إرادته نعيش بخوف معه وبرعب؟ إذا بتقرب التكوين لما خلق آدم قال الرب كان يجي لعند آدم كل يوم تيكون بيشارك معه، قال مع نسيم النهار. يعني خلق هالمخلوق تيكون بعلاقة وشارك معه. نحن لما بنعمل شيء إذا كنا مخترعين
اللي عم نعمله ما بيقدر يكون بشركة معنا، ونحن ما بنقبل نعمله الند للند مثلنا. الله لما خلق آدم على صورته حر، حر إذا بده بيقول له الله أنا بكمل معك، إذا بده بيقول له أنا ما بدي أكمل معك. مين بيعملها هيك؟ لو الله بيخاف من هالشيء ما كان عملها. ما بيخاف، يعني ما في شيء بيكعيه تيعملها، يعني متأكد شو عم بيعمل. وخلقه حر. وشو عمل الإنسان؟ استقل. فضل يصدق الشيطان. صح؟ قال لك بهيك أنا حاصل على الله. وبشوف الشيطان هذا الحي على أساس مخبه كان. بس إنه بشوف هالفكرة اللي إجتني. إذا مزبوط بصير عندي معرفة كل شيء. طب ما أنت عندك كان مصدر كل شيء. ناطر من مخلوق. مخلوق يقول لك كل شيء. أو يفوتك لمعرفة. الله عالم كل شيء وخالق كل شيء. يحرمك إذا لازم تعرفها. مثل ما أولادنا أحيانا بيحاولوا يعملوا. بدهم يعرفوا إشياء قبل وقت بعمرهم تيخربوا ويضيعوا ويبطل يطلع بإيدهم لا درس ولا تركيز ولا طاعة ويتمردوا وبالآخر بيفوتوا بالحيطان وبيفوتونا وراهم. ما الولد بيدفع أهله ثمن كمان إذا هو عمل شي عملة مين اللي بالآخر عم بيدفع؟ ما هيدا قاصر تلحقك الدولة تفضل سكر عليه عمل معروف غطي عليه صح ولا لا؟ ما نحن هيك قبلنا نحن عملنا نفس الشيء. فالله عرف الحل تغيير الداخل الجوهر. من هيك الله بقول بيوحنا واحد قال في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله والكلمة عدد 14 صار جسدا وحل بيننا خيم بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب. عشان لوحيد ما في أعز منه. تكون عندك ابن وحيد ما في أعز منه. شايف الدنيا منه ما عندك غيره. إنه هذا بيغطي على هيدا. كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. توازن. مملوء بالنعمة تيغفر لك ويسامحك والحق تتعيش على فكره وعلى رأيه مش على راسك. من هيك بقول الكتاب الله يريد أن جميع الناس يخلصون والخلاص بالنعمة. لكن منكمل نقول وإلى معرفة الحق يقبلون. نحن أحيانا منحب نخلص وتجددت وحصلت على القلب الجديد اللي قرينا عنه بس الحق اللي أنت عم بتقلي عنه مش عجبني. انت عارف الحق اللي انا عم اقول لك عليه هو من زيت النعمه اللي انا قلت لك عنها انك بتخلص بالنعمه وغفرانك بالنعمه. يعني انت صرت بدك الشيء اللي بيفيدك من الله واللي مفكر وما بيفيدك او مش مصدقه حاطه على جنب او مأجله اياك. الدينونه رح تكون حسب الحق. شو بتقول له بكره؟ تجددت وتمددت اخذت الخلاص وانا هيك مرتاح وانا هيك شايف. خليني أقول لك كلمة الأنا من حياتك طلعها. إذا بتضلك تقول أنا رح توقع بالأنا. تتذكروا هالقصة؟ كم واحد بيتذكر هذا اللي وقع بالأنا؟ أناية بالشتاء كم واحد بيتذكرها؟ ثلاثة أربعة؟ ما في وقت أقولها شو بدي أعمل؟ تاني مرة. كترة الأنا بتوقعك بمشاكل. الوحيد اللي له حق يقول أنا هو يسوع. صدقوني لا نبي. افتح الكتاب المقدس من التكوين للرؤية. لا نبي ولا رسول ولا قديس ولا تقي ولا آدمي الله كان يشهد عنهم كانوا يتجرأ يقولوا أنا مثل ما يسوع كان يقوله. ولا واحد. بولس الرسول لما حكي بالرسائل عن حاله قال أنا بنعمته ما أنا. أنا بنعمته لو ما نعمته قال أنا أشقى إنسان. في مقطع شو بقول أنا أول الخطاط. يا قديس يا رسول الأمم أنا أول الخطاط. فهي تقول أنا شايف وأنا إيشع. اسمع مني لما الله ولدك بالروح القدس صدقه له بقى خلص. ولك عطاك الحياة شو بحبتك أكتر من هيك؟
يعني عارف حالك إذا متت على السماء رايح يا نيالي، لا بحزن ولا على بالي، مش هيك؟ قد ايه بدي احلى من هيك؟ من هيك الرب وعد بقلب جديد، قال انزع قلب الحجر. لك التشبيه، الانسان بيخلق بقلب قاسي، بيحكي الرب انطورته يرد، انطورته يجي وقته يحس عن جد يا عمي كل اللي صار معي ليش؟ من مراحم الرب ومن طول اناته تتوب، مش لاني انا كويس. في ناس بعده لهلا مخدوعين، وك الله نجيني لانه بيحبني. هو بيحبك بس ليه نجيك؟ لانه بيحبني بس. وقف هون، طب ليه بيحبك؟ لانه ما بديك تنزل على جهنم. الله لا يريد ان يهلك ناس في الجحيم، بل ان يقبل الجميع الى التوبه، لأن الله يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا. أمر إلهي، الله يأمر. ليه ديكتاتوري؟ لا، لأنه شايف الجهنم، قال الموت والهلاك أمام الرب، شايفهم، شايف الناس اللي عم تتعذب للأبد. هل أنت معك خبر في ناس في الجحيم عم تصرخ لا عصفورية ولا دار الصليب ولا شيء قدامهم؟ صدقوني الصريخ اللي عم تصرخه والدموع اللي عم تبكيها والجعير اللي عم بيجعروه وشو بدي اقول لك، جنون. ليه؟ مين يطلعهم من النار والعذاب والرعب اللي عايشين فيه للابد؟ عارفين ما قالهم طلعه من تحت، مقطوع الرجاء تحت، ما في طلع الضوء وغابت الشمس وطلعت الشمس وقشت المي وانقطعت المي وقشت الكهرباء، ما في تحت، رعب برعب ابدي. قال ويصعد دخان عذابهم الى ابد الابدين. ليه؟ ما تابوا. بدي مسيحيتي بس بدون شروط يسوع. لك شو قال لك يسوع؟ قال لك اترك خطاياك وانا بعطيك نعمتي واعطيك قلبا جديدا واجعل روحي في داخلك. ليش بده يعطيك روحه؟ بده يعطيك، تعرف شو يعني؟ يعني قبل ما تتوب روحه منه فيك. بدك تتب، انا كنت متدين، روحه منه فيك. انت ما كنت تايب، اتعامل معك، دوقك حبه، دوقك شفاءاته، دوقك معاملاته، دوقك حمايته، دوقك بركاته، تيقول لك انا حي، انا بحبك، انا مهتم لامرك، بس انا بيهمني ابديتك تكون معي فوق. الله لما خلق البشر خلقهم للنار، عم بيكون لذته، قال مع بني ادم، كم بالحري اذا لذته مع ولاده يلي روحه فيهم، يلي مولودين منه ولادة تانية. عم تفهموني؟ فالله ما بده اياك تنتمي لطائفة حتى انجيلية كب البحر. انا ما بحكي ضد الطائفة، انا بقصد الله ما عنده طوائف بتطلع على السماء. الله بهمه قلبك. قال يا بني اعطيني قلبك. تذكرتي يا رب، خلي لك إياها، خليها للبشر تبعولك. أنا بدي قلبك، ولتلاحظ عيناك طرقي. طرق منين تعرفها؟ من الإنجيل. كيف سلك وكيف عيش وكيف شفي وكيف علم وعشو علم وعشو شدد، والمجد لمين كان يعطيه والإكرام لمين كان يعطيه والهدف اللي إجا كرماله والصليب اللي وصله مين بيعمل عملته. كل قصص الملوك والأبطال بنعرفها بالاخر كلهم انتصروا ومتلوا شي 100 200 او 300 الف من جيشه او شي، بالاخر وضل على العرش كله هناك. فتش لك على ملك مات كرمال شعبه، فتش، ممكن تلاقي، ممكن. بس مثل يسوع قدم زيته لاخر نقطه، صح؟ بكل بساطه الرب بده يعطيك قلب جديد. هيدا القلب مثل قلبه، بيكره الخطيه، بيكره الشر، بيحب البر، بيحب القداسة، بيحب كلمته، بيحب ترانيمه وتسبيحه، بيحب ولاده، بيحب هالأجواء. قلب بيحبه لإله أولا، قلب معلق فيه. رح تعرف، قال وأجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم، هيك بقول العبرانيين، قال فيعرفونني
من صغيرهم إلى كبيرهم يقول الرب، وأكون لهم أبا وإلها وهم يكونون لي بنين وبنات يقول الرب القادر على كل شيء. لكن آخر آية شو بيقول؟ قال أما يلي بدهم يضلوا عايشين برجساتهم وخطاياهم وعايشين بطرقهم وعلى راسهم، قال أنا رح أجلب نتائج طرقهم ورجساتهم وعباداتهم على زوهم، هيك بقولها، قال على رؤوسهم. الله إليه حق، انتبه، الله إليه حق محبة لكن هو حق. بدك خلاص من الجحيم بدك تصدقه. برجع بقول لك ما بتعني له تذكرتك شو ما كنت، إن كنت بطائفة مسيحية أو غير مسيحية، حتى إذا كنت ملحد بحبك مش مشكلة، لكن خطاياك حاجز بينك وبينه وخطاياك رح ترميك في الجحيم للأبد. لكن إن حررك الإبن بالحقيقة تكون حر. إن حررك الإبن، أنا هو الباب بيقول يسوع، إن دخل بي أحد فيخلص. مش إن شاء الله وربما وإن الله راد ونعشنا ومنشوف، شو هالحكي هيدا؟ المسيح ما قاله، قال فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. شو يعني؟ صار ابن حر، بفوت على بيت بيو ساعة البدو وبيطلع وبيلاقي أكل وطعام وشبع. صار عارف مثل ما قالت أختنا كريستين، لقيت الشبع والفراغ بمين؟ بيسوع. وكل اللي اختبروا يسوع رح يقولوا لك نفس الشيء، الفراغ اللي كان عندي من جوا ما حدا غيره عبيه، ما حدا، سألوني ما حدا، ولا حدا، حتى مرتك ما رح ترويك ولا جوزك رح يرويك ولا ولادك. بركة من الرب، شريكك بركة، معقول؟ لا، بس الشبع اللي عم بتفتش عليه من هيك، خلي علاقتك مع الله مثلثة، الرب أولا وعائلتك والمجتمع. أولا رب وعائلتك، ساعتها بكون كمان بركة بالمجتمع. حبيبي بليلي ينكتب اسمك بسفر حياة الخروف وتصير ابن للرب ويعطيك هالقلب الجديد، وقال له بركة ضل عايش تعبين ومكسر ومطحبش ومش عارف وين اخرتك، واذا حدا شفته شي مرة حدا قال لك ميت ويهي دخيلكم انا كل شي، ولا قصة الدفن والموت والعزاء. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ حبيبي يسوع كسر شوكة الموت، كسر سلطان الجحيم. لما بتولد صدقني كلمة الجحيم ما بقى تعني لك، الموت جسر عبور للسماء. هللويا. بولس الرسول شو بقول؟ لي اشتهاق أن أنطلق وأكون مع المسيح. شو مأكد لك إياها؟ قال ذاك أفضل جدا. طب شو مخليك هون؟ قال كرمالكم يا كنيسة المسيح، ألزم في الجسد، قال لأجلكم تأخدم تكمل خدمتي، لأن دعوتي من الرب بعد ما خلصت، بس إذا بتخلص على السما رايح. حيب بتعرف حالك من الليلة إنه اسمك انكتب سفر الحياة، يا ريت نغمض عيوننا. إذا بعد مش مأكد من خلاص نفسك، ليلة ليلتك، واللي وصلك لهون مش صدفة. الله عمل كل الطرق تيجيبك الليلة. إياك تقول أنا بالصدفة هون، مانك بالصدفة هون، الله إليه ترتيب جيبك لأنه قلبه عليك. قال محبة أبدية أحببتك، محبة أبدية، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة، طولت بالي تأرحمك، أعطيتك فرصة أرحمك. يعني أنا عم مهتم لأمرك، لأن ما بحب شوفك عم تتعذب في النار الأبدية. إذا مش عارف حالك من رايح بعد الموت، ليل قل له يا رب بعطيك حياتي وقلبي، سمحني على كل الماضي اللي عشت فيه كسر وصاياك وطاعن قلبك ومبكيك بكاء مر على وضعي وأدهنت اسمك. يمكن تقول لي إنه أنا شو عملت؟ شو خصني أنا بربنا؟ بمجرد ما أنت مسيحي، إن كان بالتذكرة وصفة المسيحية عليك، لك الكتاب شو بيقول؟
ليتجنب الإثم والخطية كل من يسمي اسم المسيح. إذا بتسمي أنت اسم المسيح يعني أنت من خلفية مسيحية، ولا نفضل جيبه على لسانك. إخوتنا الإسلام مظبوط ما بيجيبوا اسم المسيح على لسانهم، إذا بدهم يجيبوا سيرته بيقولوا عيسى، بس احنا ما بنقول عيسى، هو المسيح الرب. يعني انت مسمى مسيحي، بيقلك لك قال تجنب الاثم، يعني توب اترك خطاياك. ويسوع عليه اللي مستعد يغير قلبك، عندك هالثقه انه الرب رح يغفر لك ويغير قلبك ويعطيك قلب جديد. وبيقول واعطيكم قلبا جديدا. هللويا، كتار هون اخذوا هالقلب. واجعل روحي في داخلكم روحا جديدا. اذا مش واثق قل له اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف افكاري، وانظر ان كان في طريق باطل واهدني طريقا ابديا. حابب الليله تاخذ هالقرار؟ اذا مش مأكد يا ريت تعطيني اشاره برفع ايدك نصلي لك. اذا حابب الليله امين 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 امين. وساء الله لغته ايمان يا حبيبي، لغته ايمان، بيشف لك اياها لما بتحط ثقتك فيه، كتير بيشف لك اياها. من هيك قال كل من يؤمن به لا يخزى، ما بيخيب ظنه، ما بيخيب ظنه. مشتاق يسكب روحه عليك، مشتاق يختمك بروحه القدوس، مشتاق يعطيك هالقلب الجديد وينزع منك قلب الحجر القاسي ما في حياة، ويعطيك قلب عم ينبض بالحياة. رح تعرف انك خلقت من جديد، شايف الدين جديدة، كل شيء جديد حواليك. ليه؟ لانك انت رح تصير جديد، وينكتب اسمك بسفره، سفر حياة الخروف. صرخ الصلاة من وراي، خلصني يا يسوع، اغفر لي خطاياي، حررني من سلطتها. ما بدي أعيش عبد لخطاياي، أنا بدي اختبر غلبتك، بدي اختبر قوة قيامتك، بدي تغسلني من كل شر وشبه شر. نقيني بدمك يا رب، اسكن بقلبي، أعطيني هالقلب المكتوب عنه بإنجيلك، أعطيني هالقلب اللي كتار قالوا إنه أخدوه. أنا بريده يا رب، أنا بدي ارتاح. قال له أنا تعبان بدي ارتاح يا رب. هو بيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم، أنا أريحكم. ما حدا رح يريحك، هو بس بإيده الراحة. صرخ له، قال له يا رب أنا بدي، ما بدي أطلع من هون ودينونتك عراسي وغضبك علي، مش عارف حالي إذا مت وين رايح. ما تخاطر بنفسك يا خي، حياتك شعرة بينه وبين الموت، ليش تمضي إلى جحيم مش لإلك، مش معد إلك؟ رب رتب لك السماء. بقول يسوع أنا ذهب لأعد لكم مكان في السماء. قال ومتى ذهبت وأعدت آتي وأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. شو بدك أحلى من الامتياز؟ تروح على جحيم؟ الشياطين مش طايقينه، يلي هو لقلهم مش طايقينه، هني مش طايقينه. إذا بتقرب الإنجيل كانوا يقولوا يسوع ما تبعتنا على جهنم، ما تبعتنا لمكان العذاب والشياطين، كيف أنت بك تتحمل؟ لو فيك تتحمل ما كان يتحمل عنك على الصليب اللي تحمله، وعني أنا وعنيك أنت، ما كان يتحمل هالألام. أمين. إذا صليت هالصلاة قلو بشكرك يا رب لأجل حبك لإلي، ولأجل أنك حطيت ثقتك فيه يا رب أني يكون إلك، وبشكرك لأجل نعمتك اللي غفرت لي بدون أي صلاح فيي وبدون استحقاق فيي، مش بأعمالي، بنعمتك، بفضل رحمتك على حياتي، بفضل صليبك. أمين. هاللويا. تعال عند يسوع. أمين. إذا من عيشتك يقسي تعال عنده اليوم، إذا مريض وتعبان
تعال عنده وشوف كلمة منه بيشفيك. تعال عنده وشوف كيف بيولدك من جديد. تعال عنده اليوم شو بتخسر يا خي. تعال عنده اليوم قلو انت بي، وساعتها بتشوف قديش بيحبك، وما حدا غيره بيقدر يغير لك قلبك. واقف على البيت عم بيدق لك، واذا سمعت صوت اليوم ما تقسي قلبك، افتح له الباب تيفوت بعيونه تيخبيك، تيزرعك بقلبه وعالسما يوديك. اركض لعنده وطوب قلو سامحني، اركض لعنده وقول يا رب خلصني، وساعتها بتشوف كيف هو بيركض لعندك بيغمرك وبيقول صار لي زمان لك يا خي، زمان ناطرة. عجل خد قرار، يوم القرار بإيدك اليوم. هللويا. عجل خد قرار، يسوع عم بينادي لك. عجل خد قرار، يسوع وحده اللي حبك. عجل خد قرار، يسوع عم بينادي لك. عجل خد قرار، يسوع وحده مات كرمال.